تكون أحوال الذي قضى حياته بالمعاصي والذنوب ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ اسمع اسمع حاله يوم أن ينطرح على فراش الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا ربي رحمك رحمك، الله أكبر. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يطلب الرجعة؟ ها مددوا لي مددوا لي. قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سنين مضت عليه وهو يرفل بثوب الذنوب والمعاصي، يخوض في أودية الذنوب والمعاصي. الآن الآن لما أنشبت المنية أظفارها قال قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا، كلمة ردع وزجر، لن تجاب على هذا المطلب. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ماذا يحصل له في القبر؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم أنه إذا سئل في قبره من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمنا الله وإياه بواسع رحمته، يقول يتذكر شيء مر عليه في الدنيا لكن لم يثبته الله بالقول الثابت، لأن الله وعد المؤمنين، قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد أن يقول ذلك البعيد نسأل الله العافية ها ها لا أدري ما هي النتيجة، ينادي مناد أن كذب أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ينتهي الأمر؟ لا، يأتيه عمله الخبيث بصورة موحشة ورائحة خبيثة وثياب خبيثة، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، نسأل الله العافية، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيا عباد الله علينا أن نغتنم فرصة العمر، نقول رب العزة والجلال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.